اليوم الوطني. جوجل أصدقائي أرسلوا لي إيميل، كيف حالك يا عمر؟ قالوا لي هذه أكثر 10 أسئلة تنسأل عن اليوم الوطني في السعودية. منصور آش اللي قاعد يعلمني كيف أصور بميكروفون حيجاوب العشر أسئلة هذه. اسألني الأسئلة هذه. 3 دقائق هذا الأسبوع، أهم 10 أسئلة عن اليوم الوطني. ابدأ. أكثر 10 أسئلة مع منصور آش. 1، ما هو تاريخ ما قبل توحيد المملكة؟ في السعودية الأولى، السعودية الثانية، بعدين السعودية الثالثة هي اللي توحدت المملكة. حلو. الشيخ محمد أو الإمام محمد عبد الوهاب كان مع مين؟ يعني في أي واحدة من الدول؟ كم مع مين؟ كم مع السعودية؟ أيوة. السعودية الأولى. أوكي خلاص. صح؟ رجل ناجح. Good job. Good job. السؤال الثاني، متى هو اليوم الوطني؟ متى هو اليوم الوطني؟ يوم 24 سبتمبر. غلط. الموافق للثالث والعشرين من شهر سبتمبر لعام 1932 ميلادية، الأول من الميزان. يوم 23 سبتمبر. صح. غلطان. السؤال الثالث. حلو. وهذه صعبة. وش من هو الملك الرابع للمملكة؟ الملك عبد العزيز، بعدين تحته الملك سعود، بعدين الملك فيصل، بعدين الملك خالد. يقول لك هذا رابع أكثر سؤال ينبحث عنه في السعودية، هل صحيح أمر الملكي بتمديد الإجازة حتى اليوم الوطني في السعودية؟ سافرت حسب ما أدري، وفي إجازة ما في بسافرت يعني. خامس شيء ينبحث عنه، تاريخ المملكة ودورها في التعليم، هذه ما له جواب. تاريخ المملكة ودورها في التعليم شيء مرة قوي. لا مو لازم تفتي، عادي انت عادي تقول. طيب أوكي والله يعني حلو. ما هو ترتيب ملوك المملكة العربية السعودية؟ نوع طالع في الجوال وتسأل أحد. الملك عبد العزيز. 1. الملك سعود. 2. الملك فيصل. فيصل ولا خالد؟ فيصل. 3. خالد. 4. فهد. 5. عبد الله سلمان. 6. 7. Good job. 7. توحيد وتأسيس المملكة. دور المصدر عادي. سعيد عندك مصدر موقع أو شيء يروحوا له؟ كتاب الوطنية السنة الأولى حق أول ابتدائي. ما في كتاب وطنية أول ابتدائي. ما هو شعار اليوم الوطني؟ استنى، ما في شعار يوم وطني. ولد منصور. سارعي للمجد والعليا، وارفع الخفاق أخضر، يحمل النور المسطر، رددي الله أكبر. عاش الملك للعلم والوطن. تنترن. توقعتك من دي المدرسة حق التنترن. ايه ومتعود على واحد مين لا ترضى. ما هي توزيعات اليوم الوطني السعودي؟ قصدهم ايش يمديك تسوي هدايا في العادة؟ طبعا قلم من بريلين، كبك من بريلين، ايش بعد؟ ميدالية من بريلين. تيشرتات ما يجي؟ لا ما كثير يعني. ناس في السعودية بيبحثوا عن شعر عن اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية. اعتقد هم دول اللي ياخذوا الشعر بعدين يحطوه في صورة بعدين يرسلوه بالواتساب. اعتقد هم دول الناس. ايوه تصميمات. في تصاميم عجبتك هذا العام في الواتساب جاتك؟ في فيديو عجبني هذا العام. اوه حق دلة. واجبنا تجاه شعبنا أن نخدمه بعيوننا وقلوبنا. والله شغل بطل خرافي وإبداع، وصراحة مرة أثر فيني. كيف؟ ايه. شكرا منصور آش. منصور آش عنده قناة يوتيوبية إنستغرامية سناب شاتية تويترية. هذه هي العشر أسئلة مع منصور آش. كان معكم منصور آش وعمر حسين. لا تنسوا لايك سبسكرايب شير فيفوريت بس. أحتاج منك سؤال تسأله اللي جابه حياخد هدية. هذا شيء بيصير يعني؟ أهم شيء صعب. واحد مرة قوي. حلو. كم في وزير تم تعيينه وتم شو اسمه ذا إعفاءه؟ تعيين وإعفاء في 2015 و2016. واو. كم وزير؟ الآن على طلبة الحسب يعني كلهم اللي راحوا وجو. كلهم كم عددهم كلهم؟ كم جاء كم راح؟ الآن انتهينا خلاص، شكرا جزيلا. مو لازم نسوي نهاية كبيرة. والله مع السلامة.